نحن القائمة الحرة النهج الجديد رقم 35 اخترنا أن نكون في قائمة حرة لكي نكون أحرارا، بدل أن نكون في حزب سياسي ضيق لا نستطيع أن نتحرك بما يمليه علينا خدمة هذا الشعب. وأنتم تعرفون ماذا حدث في السنوات الفارطة مع الأحزاب التي أثبتت فشلها في كل الميادين رغم بعض التحركات، ولكن كما تلاحظون الآن القوائم الحرة الآن اكتسحت الساحة، وها هي الآن تقدم البديل الواقعي.